بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، اسمحوا لي أن أنا أستعرض معاكم المحاضرة الثالثة الخاصة بالتعليم المفتوح، وهي هتتكلم عن أجزاء نظرية خاصة بنظم المعلومات الإدارية بشكل عام. هنتكلم على بعض الحاجات اللي موجودة اللي احنا عايزين نهتم بيها، بعض المفاهيم وبعض العلاقات وبعض الحاجات المهمة اللي هنقول. أهم حاجة هنتكلم عنها النهاردة مفهوم البيانات والمعلومات وبعض التعريفات زي الذكاء والمعرفة، وهنعرف برضو ازاي نحدد معايير جودة المعلومات. كمان هنقدر نتكلم على مكونات نظام المعلومات الإدارية وازاي بنستعرض هذه المكونات، ونقدر نعرف مع بعض ايه هي أهم اقتصاديات نظم المعلومات أو نظام المعلومات الإدارية. نبدأ أول حاجة ببعض المفاهيم الأساسية والخاصة خاصة المعلومات ومعايير الجودة بتاعتها. أول حاجة مفهوم البيانات، يعني إيه بيان؟ البيان عموما هو عبارة عن شيء تم تسجيله، لازم أول حاجة تكون الحقيقة وقعت، والحقيقة وقعت يعني الحدث وقع، يعني أنا مقدرش أقول إن في زلزال مثلا حصل إلا لما الزلزال نفسه يحدث، أو ما أقولش إن مثلا العمارة دي وقعت أو حصل أي حاجة إلا لما العمارة دي تقع، وبالتالي يكون حدث الشيء نفسه وهي الحقيقة نفسها، وأنا أقدر أشوف الحقيقة. ممكن الزلزال ده يحصل تحت بطن الأرض وما أعرفش عنه حاجة، أو ممكن مثلا أي حاجة تحصل تحت بطن الأرض ما نعرفش عنها حاجة، فبالتالي لا يتم مشاهدتها ولا يتم تسجيلها. وبالتالي أول شيء هي الحقيقة، حدوث الحدث نفسه، ثم مشاهدته، ثم تسجيله بأي صورة بقى من الصور، هكتبه في شكل أرقام، في شكل حروف، في شكل كلمات، بشكل صور، المهم ان انا هقدر اسجل هذا الحدث، سواء كانت هذه الاحداث الماضيه او احداث حتى عن شيء لم لسه بنسجلها، ان بكره هيحصل مثلا نوع من مثلا غروب الشمس او بعد الشيء لسه حاجه ما حصلتش، بس انا بقول ان ممكن طالما هي ماشيه بهذا المسار هيحصل كذا، ولكن في النهايه انا بسجل هذا البيان بشكل غير مرتب وغير معد للاستخدام، عشان كده البيانات بتبقى لسه ما ادتنيش معلومه كامله غير المعلومات اللي هي بتاخد البيانات والحاجات المتسجله دي وتبدا تحولها الى معلومه. وبالتالي تيجي المعلومات عباره عن ايه؟ معلومات هي بيانات تم اعدادها شكلا ومضمونا بمستوى جوده مناسب او شكلا وموضوعا، فبالتالي انا عديت المعلومات دي من خلال البيانات اللي انا سجلتها، في بيانات بشكل ورقي او بشكل صور او بشكل ارقام، وابدا احاول اعملها بمستوى جوده معين، هنقول دلوقتي معايير الجوده دي، بحيث ان انا اقدر استفيد من هذه المعلومه في اتخاذ قرار معين، وبالتالي بتقلل المعلومه درجه عدم التاكد لدى المستفيدين منها وبتزيد من رصيدهم المعرفي، وده معناه إن المعلومات هي بيانات تم إعدادها عن طريق الجمع والتحليل والتلخيص والاستنتاج بصورة معينة، بتقدر توفر لي البعدين القيمي والكمي بحيث إنها يقدر يستفيد منها المستفيدين في توقيت حدوثها وبكمية مناسبة، وطبعا زي ما قلنا ليها بعض شروط الجودة من الصلاحية للاستخدام والثقة في هذه المعلومات. المعلومات بتقدم بالشكل اللي احنا بنقول بتقلل فيه من درجة عدم التأكد. يعني ايه بتقلل عدم التأكد؟ يعني ان انا كل ما بعرف معلومات كتيرة عن موضوع معين اقدر اخد القرار بتاعي وانا شبه عندي معلومة او شبه متأكد ان انا اخترت القرار السليم، وبالتالي بتزيد من الرصيد المعرفي الى اللي موجود لدى الشخص اللي بيستخدم هذه المعلومات. وطبعا هنقول بعد شوية ايه هي المعرفة. كمان يمكن المستفيد من مواجهة المواقف المختلفة واتخاذ القرارات وبالتالي وجهة نظر المعلومات بالنسبة لكل فئة من فئات المجتمع ممكن تختلف، فالفئات السياسية أو السياسيين بالنسبة لهم المعلومة هي مصدر القوة والسيطرة، أنا بعرف معلومات وأقدر أتحكم في الحاجات اللي حواليا. الحاجة التانية بالنسبة للمدير هي مداعم لاتخاذ القرار اللي هو هياخده. بالنسبة للعالم، العالم طبعا الشخص اللي هو بيعمل له رسالة علمية معينة، فهي وسيلة لحل المشكلات وتوليد المعارف الجديدة، هي بتقول له يعمل ايه وما يعملش ايه وايه المعرفة الجديدة اللي ممكن يتعتمد عليها. اما مثلا بالنسبة للإعلامي فهي خبر او رسالة إعلامية بتقول له الدنيا فيها ايه، وبالنسبة للإحصائي هي وسيلة لتقليل عدم التأكد او عدم اليقين.
العلاقة بالبيانات والمعلومات زيها زي بالظبط كده العلاقة ما بين أي مدخلات ومخرجات. فالبيانات هي المدخلات اللي ممكن تطلع لي مخرجات في شكل معلومات. يبقى أنا ممكن أقول إن البيانات والمعلومات العلاقة ما بينهم إن البيانات هي المادة الخام التي تشتق منها المعلومات. يبقى أنا لو عندي مدخلات بيانات بشكل معين أيا كانت هذه البيانات، مثلا لو قلنا فواتير البيع موجودة لدى الشخص اللي عنده فواتير البيع بيبدأ يجمعها يجمعها، بعمل لها معالجة. معالجة هنا يعني العمليات هتتم عليها إن أنا أجمع فواتير البيع، إن أنا أفرزها، إن أنا أحط كل مبيعات كل منتج لوحده، هتطلع لي معلومات إن أكتر منتج متباع هو ايه، المبيعات الشهرية دي قد ايه، انا عملت كمية مبيعات قد ايه كل سنة، وبالتالي بتطلع لي معلومات بناء عليها اقدر اطلع قرار او استفيد من هذه المعلومة عشان اخد قرار معين. طب واحنا بنتكلم على المعلومات من شوية اتكلمنا وجبنا سيرة المعرفة. طب ايه هي المعرفة؟ المعرفة هي رصيد الخبرة من المعلومات، حصيلة أو رصيد خبرة. أنا طول الوقت بجمع معلومات وبالتالي بقى عندي معرفة بموضوع معين أو بموضوعات معينة طبعا في وقت معين، لأن كل رصيدي من المعرفة ممكن يختلف من وقت لوقت. أنت دلوقتي عندك معلومات كويسة عن الجوانب الإدارية ومعلومات عن موضوعات في الإدارة، فبقى عندك رصيد أو خبرة معلومات، رصيد وخبرة معينة في الجزء الخاص بالإدارة. لكن ممكن تكون نسيت الفرنساوي مثلا، انت خدته في ثانوي ونسيته دلوقتي، لان في الوقت معين ممكن واحد برضو معرض انه ينسى بعض المعلومات، ممكن بعض المعلومات يتوه منه او ينسى بعض النظريات مثلا خدتها في الاحصاء ولا في الادارة ولا في وقت معين، بس دلوقتي مش قادر مش متستخدمها وبالتالي اصبحت غير موجود. عشان كده دايما بنربط ان الرصيد الخبرة والمعلومات ده لشخص معين يملكه في وقت معين. الوقت ده رصيدك المعرفي قد ايه؟ ممكن رصيدك ده يقل وممكن رصيدك ده يزيد حسب الخبرات بتاعتك بيحصل فيها ايه وبتحصل المعارف بتاعتك بتوصل ازاي. طبعا في ثلاث طرق للحصول على المعرفة او ثلاث انواع من المعارف. في طريقة ممكن اقسم بيها المعرفة الى معرفة دارجة ومعرفة متعمقة. يعني ايه معرفة الدارجة؟ يعني المعرفة اللي انا بكتسبها من الحياة اليومية. اكيد معرفتنا كلنا ان انت عرفت الالوان، الفرق بين الاحمر والاصفر والاخضر، وعرفت الفرق ما بين الملمس الناعم والملمس الخشن، وعرفت ما بين فرق من ريحة الحاجة الكويسة والحاجة الوحشة. كل ده عرفته من الحياة اليومية، من كل يوم بتكتسب خبرات وبتعرف هذه المعرفة. اما المعرفة المتخصصة او المتعمقة فعادة انت بتتخصص في شيء، زي انت دلوقتي تخصصت في الادارة او ادارة الاعمال، فعندك بعض المعلومات عن ادارة الاعمال وايه هي ادارة الاعمال وازاي الانسان يقدر ياخد قرار وازاي يتعامل مع الحاجات الادارية. يبقى هنا دي معرفة تخصصية، زي الطبيب مثلا عنده معرفة بالطب ايا كان النوع الطب اللي بيدرسه، واحد مثلا المحامي عنده معرفة بالقانون والجوانب القانونية، دي عادة بيملكها شخص متخصص نتيجة ان هو بيتعمق في دراسة او معرفة شيء معين. كمان ممكن نقسم انواع المعارف بطريقة الوصول المعرفة الينا. فوصول المعرفة ممكن تبقى بطريقين، في معرفة بنسميها المعرفة المدركة بالحواس، وفي المعرفة المستنتجة بالعقل. يعني ايه معرفة مدركة بالحواس؟ يعني ربنا ادانا الحواس الخمس اللي هي السمع، النظر، اللمس، التذوق. كل ده بيبقى اسمه معرفة من خلال الحواس الخمس. فانا اما بسمع المعلومة بعرف المعلومة، لما بشوف حاجة بقدر اقول ان انا شفت كذا، لما بشم رائحة معينة بقدر اقول ان انا شميت ريحة كذا، او لما بدوق حاجة بقدر اقول ده طعمها حلو ده طعمه حادق. يبقى هي فكرة هنا الحواس اللي موجودة لدى الانسان يقدر يفرق ما بينها فيها ما بين بعض المعلومات اللي ممكن توصل. اما المعرفة المستنتجة بالعقل فهي بتصل الينا من خلال بعض العمليات العقلية، زي عمليات التحليل والتركيب الذهني والاستقراء والاستنباط. يعني مثلا لو انا قلت في عملية رياضية مثلا، فاذا قلت لك مثلا ان الف تساوي ب، وبعدين جيت بعد شوية قلت لك ان ب تساوي جيم، فانت على طول بالعقل كده هتقولي ايه؟ اذا الف تساوي جيم، يبقى الف عشان بتساوي ب وب عشان بتساوي جيم، يبقى على طول ألف بتساوي جيم. يبقى دي استنتجناها ازاي؟ استنتجناها بالعقل. وتلاقي دايما معظم المعلومات الإحصائية والرياضية عادة بتبقى بالتركيب الذهني وباستخدام الاستقراء والاستنباط، نقدر نقول ان في معرفة مستنتجة بهذه الطريقة.
ممكن كمان نقسم المعارف إلى نوعين آخرين من المعرفة، معرفة رياضية أو إمبريقية. الرياضية يعني معرفة قاطعة لا شك فيها، لا تسمح بإني أقول إن لأ ممكن تبقى كده أو ممكن ما تبقاش كده. يعني لما أقول 1 + 1 = 2 دي معرفة رياضية قاطعة لا تمثل أدنى شك، إن أنا ما ينفعش أقول 1 + 1 تساوي ممكن من 1.5 لـ2، لأ ما ينفعش، دي معرفة غير قاطعة. لكن المعرفة القاطعة معناها المعرفة التي خلاص أثبتها لنا التعاملات بشكل كامل وبشكل قاطع، لا يمكن إن أنا أقول فيها احتمالية حدوث حاجة تانية. اما المعرفه الامبريقيه اللي هي بنصل اليها من خلال بعض الدراسات ومن خلال كذا، انا ما اقدرش اقول مثلا ان ممكن اقول ان معظم طلاب الكليه يحبون كره القدم، مش الطالبات، يعني ممكن نقول معظم الطلاب الاولاد يحبون كره القدم، ممكن يكون بنسبه 97% او 98%، لكن دي مش نسبه قاطعه، ان ممكن يكون في 2% مش بيحبوا كره القدم من الاولاد. يبقى بالتالي هي عاده بتيجي من خلال الخبره، من خلال الممارسه العمليه، من خلال الخبرات المكتسبه، من خلال الحس والتخمين وهكذا. يبقى احنا هنا في معرفه قاطعه لا جدال فيها او لا شك فيها، وفي معرفه ممكن نقول ان هي معرفه قابله للتخمين، قابله للتغيير، نتيجه انها مش 100% قاطعة أو أكيدة. دي كده بالنسبة المعرفة. تعالوا نشوف إيه العلاقة بين البيانات والمعلومات في زيادة المعرفة. هيبدأ الرسمة اللي قدامنا دي بتورينا إيه اللي بيحصل. أول حاجة أو تسلسل حدوث الأشياء، هتلاقوا نفس أول حاجة بدأت هي وقوع الحقائق والأحداث بشكل معين ثم مشاهدتها وقياس. يبقى ملاحظة الحقائق اللي بتحصل حوالينا، لما نشوف الشمس طالعة من الشرق نقدر نقول الشمس تشرق، لما نشوف الشمس رايحة للغرب نقول الشمس بتغرب، لما نبدأ نلاحظ ان في تشققات في الأرض نقدر نقول مثلا حدث زلزال او حدث انكسار في سطح الكرة. يبقى في أول حاجة ملاحظة للمشاهدات والحاجات اللي حدثت للأحداث، ثم بحاول أعمل نوع من تخزين هذه المعلومات بشكل أرقام أو حروف او ايا كان بسجلها ازاي. يعني فاتورة البيع ممكن اكتب فيها جزء رقمي القمية اللي انا بعتها، وجزء مكتوب تم بيع الصنف الفلاني اللي هو صنف الف مثلا بكمية كذا وادينا 10% خصم وكذا. كل ده جزء منه ممكن يبقى كلام، وممكن جزء منه ارقام، ممكن في حاجات تبقى باشكال معينة بخزنها. يبقى بسجل كل هذه البيانات والمعلومات ورقة اسمها ورقة البيع او فاتورة البيع، ممكن اسجل فاتورة الشراء، ممكن اسجل برضو السحب من المخازن، ممكن اكتب اي ورقة فيها اي معلومات. يبقى هنا ده اسمه تم تسجيل هذه البيانات، وتتحول بعد ذلك الى بيان ان انا عندي حاجه اقدر اشوفها، اقول انا عملت البيع ده امتى بكام كميته قد ايه، او انا اشتريت بامتى وبكميات قد ايه، كل الاصناف اللي اشتريتها وهكذا. باخد بقى هذه البيانات اجمعها الخصها، اعمل عليها بعض الامور الاحصائيه، بعمل ليها اي معالجه، تتحول هذه البيانات الى معلومات. يعني جبت مثلا فواتير الشراء وجمعتها كلها، فاقدر اقول ان انا الشهر ده اشتريت بمبلغ قد كذا، او اشتريت الاصناف الف وب وج. يبقى هنا انا عملت معالجه للبيانات عشان تتحول الى معلومات. المعلومات بتعمل ايه؟ المعلومات كل ما تبقى عندك معلومات اكتر، المستفيد عنده في لحظة معينة رصيد معرفي معين، لما بتجيله معلومات إضافية بيزيد رصيده المعرفي. يبقى في كلمة المثلث اللي طالع فوق لده، ده معناه زيادة في الرصيد المعرفي بتاعه، وبالتالي المستفيد من المعلومة لما بتوصله المعلومة بيتحول إلى زيادة في رصيده المعرفي. يبقى المعرفة بتزيد من خلال المعلومات الإضافية، زي ما انت كده كل يوم تذاكر معلومات جديدة، كل يوم تعرف حاجات جديدة، اللي بيقرأ في موضوع معين بشكل مستمر ده اكيد بيزود رصيده المعرفي بشكل مستمر في شيء او في حاجه. اخر تعريف عندنا او اخر حاجه هنتكلم عنها في البيانات الاساسيه بتاعتنا او في المفاهيم الاساسيه بتاعتنا، هنقول الذكاء. يعني ايه الذكاء؟ الذكاء هو توليفه مركبه كده من عده قدرات. طبعا في انواع كتيره من الذكاءات، لكن احنا بنتكلم عاده على الذكاء العقلي اللي هو شخص عنده قدرات معينه بنقول عليه اكثر ذكاء. يعني عنده قدره
على التصميم، على الابتكار، على صياغة الأفكار بشكل مرتب، على الاستنتاج، على التفسير للمعلومات، على تحديد الأهداف ووضع خطط والمفاضلة بين البدائل وحل المشكلات. الشخص اللي عنده هذه التوليفة المركبة من الصفات المختلفة عادة بنقول عليه عنده ذكاء عقلي، والذكاء العقلي ده معناه إن الشخص ده عنده قدرة على إنه يستنتج، يعرف حاجات جديدة، وده عادة الفرق ما بين الذكاء والمعلومات. يبقى لو قلنا إن أهم دور للذكاء في توليد المعرفة إيه هو؟ إن الذكاء ممكن يزود رصيدنا في المعرفة، يعني المعلومات بتزود رصيدنا في المعرفة العادية الموجودة، أما الذكاء فهو بيدينا زيادة في رصيدنا المعرفي بشكل جديد، بيولد معرفة جديدة. يعني لما كان العالم أي عالم من العلماء بتوعنا لما اكتشف نظرية جديدة، أو اكتشف مثلا لما اكتشفنا نظرية الجاذبية الأرضية، يبقى احنا هنا عرفنا معرفة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. فالذكاء هو اللي خلى هذا العالم يكتشف هذه الفكرة أو هذا النوع من الأفكار، من خلال بقى استنتاج، من خلال استقراء، من خلال تصميم، ابتكار، أيا كان. فده بيولد معرفة جديدة غير المعرفة اللي هي بتيجي من خلال جمع المعلومات فقط، وده طبعا الفرق ما بين الذكاء والمعلومات. النقطة اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيها وهي معايير جودة المعلومات. احنا قلنا ان اي معلومات ممكن تبقى موجودة، ولكن اذا لم تتوفر فيها هذه المعايير او معايير الجودة قد تضللنا وتصبح المعلومة هنا بتوصلنا لشيء خطأ. ففي بعض المعايير إذا لم تتوافر في المعلومة اللي احنا بنحصل عليها نقدر نقول إن المعلومة دي ليس لها قيمة أو ليس لها حاجة نستفيد منها. أول معيار عندنا من معايير جودة المعلومات وهو معيار التوقيت المناسب. والتوقيت المناسب إن وصول المعلومة إلى متخذ القرار في الوقت اللي يقدر ياخد فيه القرار، مش في وقت خلاص انتهى فيه قدرته على اتخاذ قرار، أو في وقت ملوش أي لازمة. زي ما بنقول إذا كان مثلا في معرض هيتعمل، معرض مثلا في توقيت معين، عشان أقدم للمعرض ده لازم أقدم في توقيت معين. فلو جات لي المعلومة بعد انتهاء توقيت التقديم للمعرض ده، يبقى أنا مش هقدر أشارك في هذا المعرض، وبالتالي المعلومة ليس لها قيمة. يبقى فكرة الوقت المناسب معناها إن أنا أقدر أستفيد من المعلومة وأستجيب ليها وأقدر أحصل عليها في وقت معين. طبعا عنصر الاستجابة دايما فيه بيقولك توفير زمن الاستجابة. زمن الاستجابة ده هو الزمن المستغرق من وقت معرفة المعلومة أو وقت الحصول على المعلومة إلى وقت الاستفادة منها، أو الوقت اللي أنا أقدر أشوف أقدر أستفيد منها إزاي. طبعا ده بيعمل ايه؟ بيخلي الاداره تقدر تتصرف بسرعه. يعني انا عرفت مثلا ان في مكنه وقفت مش شغاله بسبب انها فيها مشكله معينه، لو جالي بسرعه المعلومه كمدير، جات لي المعلومه بسرعه، هقدر بسرعه اتصل بالصيانه واشوف نقدر نعالج المكنه ازاي. فكل ما يبقى التصرف سريع كل ما ده يقلل طبعا من ان انا مش قادر اتصرف ازاي، او يخليني اقدر اتصرف بسرعه واقدر اقلل فتره الاسراف او عدم استخدام الموارد بتاعتي. وبالتالي دايما زمن الاستجابه كل ما يبقى قليل كل ما اقدر اتصرف بسرعه واقدر اعالج المشكلات بسرعه قبل ما تبقى فيها مشكله اكبر. كمان ده بيقلل الاسراف في استخدام الموارد، لان شيء طبيعي ان انا كل ما اعرف المعلومه والحق اتعامل معاها بسرعه ده بيخلي الاسراف في الموارد اقل. يعني اكيد لو المكنه وقفت لمده مثلا يوم غير اما تقف لمده 10 او 15 يوم، كل ده بيقلل الانتاجيه. كمان الاستجابه كل ما تبقى سريعه اقدر اتابع الافكار الجديده وممكن انفذها. ممكن تبقى في افكار موفره، في افكار جيده، في افكار بتجيب لي يعني بعض العاملين اللي بتقدم افكار جديده او بتقدم شكوى جديده او بتقدم طريقه جديده لتقديم المنتج باي طريقه. ده كل ما اقدر استجيب بسرعه واشوف الافكار دي ايه ممكن انا اقدر انفذها وتخليني اقدر اصل لمرحله افضل بكتير. وبالتالي في عنصرين مهمين جدا في الجزء الخاص بالتوقيت المناسب. اول حاجه فاصل المعلومات الزمني، ودي دايما الحاجه اللي فيها تقارير متتابعه دايما في الاداره. يقول لك الاداره الجيده هي اللي عارفه بالظبط مواعيد تقديم التقارير بتاعتها امتى، وان الزمن الفاصل ما بين هذا التقرير واللي بعده ما يبقاش
اكتر من الزمن المحدد. يعني مثلا لو قلنا تقارير عن اجور العاملين، دي عادة بتتقدم كل شهر. لو افترضنا انها بتتقدم كل يوم 20 في الشهر عشان الحق اعمل الاجور بتاعت العاملين قبل بداية الشهر، يبقى هنا الفاصل الزمني عبارة عن شهر. ممكن يبقى الفاصل الزمني اسبوع، لو انا مثلا بتابع الانتاج، بتابع المخزون، بتابع كل حاجة، يبقى ممكن يكون الفاصل الزمني اسبوع، ممكن اسبوعين، وهكذا. التأخير في إعداد المعلومات ده مهم برضو في التوقيت، معناه إن أنا إعداد المعلومات ما بين فترة والتانية بياخد فترة محددة، زي ما قلنا إعداد تقارير الأجور كل شهر. يبقى أنا لو أنا بدأت من يوم كذا لحد يوم كذا، الفترة دي بتاخد مني 30 يوم عشان أعد هذا التقرير. لكن لو أنا جيت خدت أكتر من كده، يبقى في تأخير في صدور. لو الفترة المحددة 30 يوم، لو أنا خدت مثلا 35 يوم في إعداد التقرير، يبقى أنا هنا في تأخير مقداره 5 أيام، وهكذا. فهي الفترة اللي ما بين نهاية آخر تقرير وصدور التقرير الجديد اللي مرتبط بفترة زمنية معينة. المعيار الثاني من معايير برضو جودة المعلومات، وهو صلاحية المعلومات للغرض المستهدف منها. شيء طبيعي ان انا احتياجات المستخدمين بتاعتي بتختلف من فئة لفئة ومن مستوى اداري لمستوى اداري. فاكيد الادارة العليا مثلا ما يهمهاش انها تعرف تفاصيل التفاصيل قد ما يهمها انها تعرف الدنيا ماشية ازاي بالكامل، وبالتالي ابدأ اشوف ايه اخبار الانتاجية بالكامل، اخبار المالية بالكامل، اخبار الناس الموارد البشرية اللي عندي بالكامل، بشكل مش تفصيلي قوي، لكن انا يهمني اعرف الصورة بشكل متكامل. على عكس الادارة التكتيكية اللي هي الادارة الوسطى، اللي هي بتهتم اكتر ببعض التفاصيل، عشان انا متخصص في الانتاج بس، انا متخصص في التسويق بس او في المبيعات، انا متخصص في الادارة المالية. كل واحد بيهمه جانب معين، وبالتالي بيبقى عنده بعض التفاصيل، لكن برضو مش كل التفاصيل. كل التفاصيل بقى الدقيقة قوي تهتم بيها الادارة الدنيا او الادارة التشغيلية اللي تحت، لان هي اللي بتعمل تفاصيل العمل اليومي، مين جه النهاردة، مين مجاش، اشتغلنا قد ايه، انتجنا النهارده قد ايه، عملنا كام تقرير، خلصنا كام حاجه. كل دي اسمها الاداره اليوميه، اللي هي بتبقى في الغالب متابعه الاعمال بشكل مختلف. وبالتالي احتياجات المعلومات لكل فئه من مستوى وكل مستوى اداري معين. طبعا بعض المديرين اللي فوق ممكن يكتفوا ببعض الملخصات لبعض الانشطه اللي بيشوفوا عليها، البعض الاخر يبقى عايز بعض معلومات تفصيليه شويه، البعض الاخر يحتاج كل انواع التفاصيل، لان ده مرتبط بالقرارات اللي هم بياخدوها. وده طبعا بيعتمد على كل مدير ايه هي المكان التخصصي اللي هو ماسكه عشان يقدر ياخد على اساسه قرار. المعيار الثالث من معايير جودة المعلومات هو معيار الثقة في المعلومات. ومعيار الثقة في المعلومات يعني ايه؟ يعني مش كل معلومات اقدر اقول ان انا بثق فيها بدرجة 100%. فكثير من المعلومات بنثق فيها، وفي كثير من المعلومات قد لا نثق فيها. طب ايه هي الدلائل اللي تخليني اثق في المعلومة؟ في 4 كده عناصر تساعد على الثقة في المعلومة اللي جايالي. أول عنصر من العناصر وهو الدقة، والدقة يعني نسبة المعلومات الصحيحة إلى إجمالي المعلومات اللي أنا حصلت عليها في خلال فترة معينة. يعني لو أنا جات لي 100 معلومة، لو أنا 95% منهم كانت معلومات صحيحة، يبقى أنا نسبة الثقة في هذه المعلومات 95%. يبقى هي فكرة كمية المعلومات الصحيحة اللي بتجيني قد إيه، وبالتالي أنا كل ما يبقى عندي الناس أكثر دقة، كل ما يبقى فيه ثقة أكتر في المعلومات اللي بيعملوها. يعني لو جالك موظف كده وكل ما يديك تقرير تلاقي ما فيهوش أخطاء وهكذا كل مرة، يبقى بالتالي تيجي بعد كده تثق فيه بثقة كبيرة، نتيجة إن هو معلوماته دائما دقيقة وما فيهاش أخطاء وهكذا. يبقى ده بالنسبة لعنصر الدقة. طبعا عادة في علاقة ما بين الدقة والسرعة في توفير المعلومات، وبالتالي هتلاقي دايما ان نظم المعلومات ممكن توفر لك معلومات كاملة صحيحة. هتلاقي ما بين النقطة دي ونقطة نظم المعلومات اللي ما بتوفر لكش الا الحد الادنى من المعلومات، طبعا دي هتلاقيها كده في شكل كيرف كده، او في شكل حاجة بادئة من النقطة جيم وبتنزل معاك الى النقطة الف. يبقى هنا انا دايما بثق اكتر في نظام المعلومات اللي بيوفر لي اقدر قدر من الدقة الممكنة،
وبتقل طبعا عملية الثقة كل ما بنزل شوية المعلومات الغير كاملة، أو نظام معلومات بيوفر لي مع الحد الأدنى من المعلومات فقط بدون أي قدر من الثقة. أنا طبعا ممكن أختار أي نقطة على ما بين النقطة جيم والنقطة ألف على حسب أنا عايز درجة الدقة تبقى قد إيه. لو أنا محتاج نظام يديني دقة 100% هوصل لأعلى درجة من درجات الدقة، زي مثلا نظم معلومات الخاصة بالبنوك الخاصة بشركات الطيران، عشان ما ينفعش إن أنا استخدم نظام معلوماتي في درجة دقة قليل. لكن ممكن اختار درجة دقة اقل شوية في نظام انتاج في مصنع، في نظام كذا، فممكن اخد نظام معلومات ما يوفر ليش دقة 100%، لكن على الاقل يوفر لي دقة معقولة حسب انا احتياجاتي لدرجة منفعة المعلومات بالنسبة لي قد ايه. وطبعا ده بيختار من نقطة جيم الى النقطة الف على حسب النظام اللي انا محتاجه في درجة الدقة اللي عايزها. العنصر الثاني من عناصر الخاصة بالثقة في المعلومة وهو الموضوعية. والموضوعية يعني خلو المعلومات من التحيز، يعني ما تبقاش المعلومة اللي أنا كاتبها للمدير فيها نوع من أنواع التحيز. والتحيز يعني تغيير المعلومات أو حذف جزء من المعلومات. يعني لو أنا متحيز مثلا لصاد من الناس، فأنا بروح شايل سين رغم إن سين إنتاجيته أعلى، عشان عايز صاد هو اللي ياخد المكافأة، فبخلي كأن صاد هو أكبر واحد. أنا هنا حذفت جزء من المعلومة، يبقى أنا متحيز. أو مثلا كتبت المعلومة بصورة غلط، بدل ما أكتب إن سين هو اللي حقق إنتاجية قد كده وصاد حقق إنتاجية أقل، لا بروح كاتب أو عاكس المعلومة، وبالتالي مخلي صاد هو اللي كاتب إنتاجية أعلى من سين، وبالتالي هنا يبقى في نوع من التحيز. فالتحيز إما تغيير في المعلومات أو حذف جزء من المعلومات اللي موجودة عندي عشان أوجه متخذ القرار إنه ياخد القرار بشكل معين. يبقى حجب أو تغيير المعلومات ده يعتبر نوع من التحيز. زي ما بنقول لو أنا متحيز مثلا لحد من الطلاب فبدالي أديله درجة أعلى من الدرجة اللي يستحقها، ده نوع من التحيز وهكذا. فطبعا المعلومات اللي فيها تحيز عادة لا يوجد فيها أي ثقة، ودايما الواحد بيثق أكتر في الناس اللي غير متحيزة أو الناس اللي بنسميها موضوعيين في اتخاذ القرار بتاعه. العنصر الثالث من عناصر الثقة في المعلومة هو قابلية التحقيق. وقابلية التحقيق معناها، ده طبعا يمكن الناس بتوع الإحصاء أكتر يقولوا لكم أو يوضحوا لكم النقطة دي، إن أنا لو حبيت أعمل أكتر من طريقة عشان أحدد نتائج حاجة معينة، ممكن لو عملت نفس حاجة بأسلوب تاني. يعني لو أنا مثلا عندي مجتمع وخدت منه عينة ووصلت منه لنتيجة معينة، لو خدت العينة بطريقة تانية هصل لنفس النتائج. يبقى هنا ده معناها ان انا متثبت من هذه النتائج، او هذه النتائج قابلة للقياس. وده طبعا ممكن بالطرق الاحصائية دلوقتي الحديثة في الكمبيوتر على طول، بيقدر يقول يعمل المعلومة باكتر من طريقة، بحيث اذا وصل لنفس النتيجة كل مرة يبقى معناها ان البيانات دي وصلنا لها بنفس الطريقة السليمة، وبالتالي ان العينة دي ممثلة للمجتمع والعينة دي ممثلة للمجتمع، والاتنين يعتبروا مظبوطين لانهم يدوني نفس النتائج تقريبا. ففكرة التحقق هو الوصول لنفس النتائج بأكثر من طريقة وبأكثر من شخص. مثلا لو أنا عملت ده، عمل التجربة وواحد عملها وواحد تاني عملها في حتة تانية ووصلوا لنفس النتيجة، يبقى أنا كده أقدر أتثبت من نتيجة هذا البحث. آخر عنصر من عناصر الثقة في المعلومة هو قابلية القياس. وقابلية القياس معناها إن أنا إمكانية إن أنا أعرض المعلومة شكل في نوع من الإحصاء شوي. يعني لو عرضت المعلومات بتاعتي في شكل مثلا دايرة وقسمتها إلى مجموعات، لو عرضت المعلومات بتاعي في شكل أعمدة متقابلة لبعضها عشان يوريني مقارنات، هنا عادة الشكل الإحصائي ده بيديني ثقة أكتر في المعلومة. غير أما أقول مثلا إن معظم الأولاد بيحبوا كذا، أو إحنا كلنا بنحب كذا، طب أنت بنسبة قد إيه؟ أو أنت قلت لي الكلام ده إزاي؟ كان لما أقول لك بنسبة 80% التي تم قياسها من عينة إن الأولاد يحبوا كرة القدم عن البنات أو كذا، يبقى هنا ممكن المعلومة تبقى أكثر ثقة من المعلومة اللي مكتوبة بشكل عام أو بدون تحديد رقمي. وبالتالي دايما إجراء المقارنات بيتم في شكل رقمي وفي شكل محدد عشان أقدر أثق في هذه المعلومة. ده بالنسبة لمعيار الثقة.
المعيار اللي بعد كده عشان اثق فيه برضو اللي ممكن استخدمه في البيانات والمعلومات بتاعتي هو معيار كمية. كتير قوي مننا بيتخيل ان كل ما اجيب معلومات زيادة ده بيخليني اقدر اخد القرار بسهولة. بالعكس، في كتير من الحالات ان انا لو جمعت معلومات كتيرة قوي اكتر من اللازم ده ممكن يعمل لي نوع من التشتت وعدم التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرار. وبالتالي يقولك الكمية المناسبة من المعلومات هي اللي بتشمل عنصرين أساسيين. عنصر الأولاني هو الشمول، إن لازم المعلومات تبقى بتغطي كل جوانب المشكلة. يعني أنا ما بجيب لكش معلومة ناقصة، بجيب لك كل الأمور. يعني لو بتكلم على معلومة هاخد فيها قرار، بجيب لك النواحي المالية، وأجيب لك النواحي الإنتاجية، وأجيب لك تفضيلات العملاء، وأجيب لك كذا، بحيث إن أنا بغطي كل الجوانب عشان أقدر أخد القرار. يبقى أول حاجة الشمول، معناها الحقائق الأساسية لكافة جوانب المشكلة. العنصر الثاني من عناصر الكمية المناسبة وهو الإيجاز، والإيجاز معناها ألا أدخل في تفاصيل كتيرة ملاش لازمة. يعني ساعات كتر التفاصيل يشتت الناس أو يشتت متخذ القرار، عشان كده الإيجاز معناها إن أنا بجيب لك الانتا بوينت بالظبط، الحاجة بالظبط في هي أنا محتاج منها إيه قد كده. يبقى ما أقعدش أقول لك تفاصيل كتير وتوهك بحيث إن أنت ما تقدرش تاخد القرار بتاع المشكلة. آخر معيار عندنا من معايير جودة المعلومات وهو معيار الحداثة. والحداثة معناها إن كل يوم الدنيا بتتغير، كل يوم بيحصل معلومات جديدة، كل يوم بنوصل لقوانين جديدة، لسياسات جديدة، لإجراءات جديدة. وبالتالي لازم أنا وأنا باخد القرار يبقى عندي آخر نظام، آخر حاجة، آخر إجراءات تتبع، آخر طريقة ممكن أستخدمها، لأن الدنيا بتتغير كل يوم، وبالتالي يجيني أحدث حاجة. وده طبعا من خلال تحديث النظام بتاعي. يعني لو عندي طريقة جديدة لحساب الضرائب اتعملت، قانون جديد، لازم أحط القانون الجديد على الكمبيوتر بتاعي عشان أبدأ أستخدم الطريقة الجديدة أو القانون الجديد في حساب الضرائب، عشان ما بقاش أنا بحسبها على الطريقة القديمة أو بالنظام القديم. يبقى الحداثة هي عملية ان انا اعمل لنفسي ابديت كل شوية، ان انا اجدد نفسي كل شوية علشان اقدر اخد القرار طبقا لاحدث الاشياء. النقطة التانية اللي عايزين بقى نتكلم فيها النهاردة وهي مكونات نظام المعلومات. اي نظام المعلومات بيبدأ ازاي وببدأ اشكله ازاي؟ بتوع نظم المعلومات قالوا لك ان الوسيلة الاساسية لتكوين نظام المعلومات هي اني اضع ما يسمى بالوثائق او الاوراق بتاعتي اللي هتخش النظام. وكلمة الوثائق هنا معناها الاوراق او البيانات اللي انا هدخلها للنظام بتاعي، سواء جيالي من مصادر خارجية او من مصادر داخلية. واحد يقول لي وثائق من مصادر خارجية زي ايه؟ وثائق من مصادر خارجية زي مثلا جات لي فاتورة الكهرباء، فأنا هدخلها من ضمن المصاريف. واحد جات لي فاتورة المية وهدخلها من ضمن المصروفات، يبقى دي وثيقة جاية من جهة خارجية. أما الوثائق الداخلية فهي الوثائق اللي أنا عملتها جوه المنظمة بتاعتي. يبقى الوثيقة الداخلية تم تصميمها ووجودها ووضعها في المنشأة بتاعتي، زي مثلا فاتورة البيع اللي أنا أنشأتها داخل المنظمة، أو فاتورة المخازن أو الصرف من المخازن. كل دي وثائق داخلية بحطها ممكن داخل النظام بتاعي عشان أبدأ أحسب المخزون فاضل فيه إيه أو حصل إيه، عشان أشوف هبدأ أبعد جواب الشراء إمتى أو إذن الشراء إمتى، عشان أشوف المبيعات بتاعتي وصلت قد إيه. فبالتالي أيا كانت الوثيقة، قد تكون من الخارج أو من الداخل، ولكن إذا كانت مهمة بالنسبة لي فده يعني إنها تخش النظام. طبعا أي وثيقة في الدنيا لازم تتعمل، بنشوف الوثيقة عبارة عن عشان أدخلها النظام بتاعي إيه هي الوثيقة دي، يعني فاتورة بيع، فاتورة شراء، فاتورة مخزن، تسجيل مخازن، مين اللي بيبدأ يكملها، مين اللي بيألفها، يعني مين الشخص، هو يعني من هو الشخص اللي هيبدأ يحط هذه الوثيقة، مين اللي هيكتب المشتريات، مين اللي هيكتب المبيعات، مين اللي هيكتب مثلا الوثيقة المالية دي، مين اللي هيعمل مثلا تقييم الأداء. كل حاجة بيبقى ليها حد معين هو المفروض يقوم بيها. امتى بتتعمل الوثيقة؟ ممكن بتتعمل عند لحظة البيع، عند لحظة الشراء، عند لحظة الصرف من المخازن، ممكن تتعمل عند مثلا إعداد الميزانية، ايا كانت الوثيقة ايه هي، ولكن ليها توقيت معين بيتم تكوينها فيه او ايجادها فيه.
وموجوده فين؟ يعني تبع انهي اداره؟ اداره المبيعات، الاداره الماليه، اداره المشتريات، اداره المخازن، ايا كانت المكان اللي هو بيبقى مسؤول عن ايجاد هذه الوثيقه. وليه هذه الوثيقه مهمه او ليها لازمه؟ لان يعني طبعا من ضمن الاجراءات اللي دلوقتي بتتبع وهي تبسيط الاجراءات، ان لو في وثيقه ملهاش لازمه او بتتكرر او موجوده عندي بطريقه تانية، فانا مش لازم افضل احط كميه اوراق كتيره ملهاش لازمه في النظام بتاعي، وبالتالي لازم تكون ليها اهميه وليها دور في النظام بتاعي، والا انا ما اقدرش ان انا استخدم هذه الوثيقه. طبعا هنا نظام اللي قايم على ايجاد الوثائق بيبدأ، خلي بالك هنا النظام هنا بادئ من الشمال لليمين، امشي كده مع اتجاه الاسهم، فهتلاقي النظام المعلومات ممكن اعمله من خلال الوثائق، عن طريق الاول ان انا بحدد الوثائق اللي جايه لي من البيئه الخارجيه والبيئه الداخليه بتاعه المنظمه، واختار البيانات المناسبه منها عشان ابدا اقول هبدا المرحله الاولى ان انا ابدا اختار هذه البيانات وابدا اشوف مدى صلاحيتها ومدى ان انا اقدر ان احطها ازاي في النظام واعمل لها كود ازاي وادخلها النظام ازاي بتاعي. فابدا اتاكد الاول من صحه هذه البيانات وابدا بعد كده اعمل لها رموز بحيث انها تبدا تخش على المرحله الثانيه. المرحله الثانيه بقى اللي هي مرحله التشغيل نفسها، والمرحله الثانيه عباره عن بقيم الحاجه، بطبقها، بعمل لها فرز، بعمل لها تجميع، بعمل لها تلخيص، بعمل حسابات معينه، مقارنات معينه، وبالتالي في النهايه في المرحله دي بتطلع مني البيانات اللي انا دخلتها دي تتحول الى معلومات اقدر استخدمها واخزنها. المرحله الثالثه بقى لما باخد المعلومات دي، اول حاجه بخزنها عندي في الذاكره بتاعتي وببدا اخزنها، ببدا اعمل لها دلوقتي كل شويه ان انا ابدا احط عليها تحديث كل شويه، لكل ما تيجي معلومه زياده اروح مدخلها عليها عشان تتحدث طول الوقت، واديها في النهايه رموز بشكل معين عشان لما اجي اخرج المعلومه اقدر اخش على النظام واطلع المعلومه اللي انا عايزها بالظبط، كل واحده حسب الرمز بتاعها. وبعد كده ببدا اعمل اعداد للمعلومات دي طبقا لاحتياجات المستويات الاداريه المختلفه، طبقا لاحتياجات الادارات المختلفه عندي في الكليه، بعمل التقارير المختلفه وابدا اوزع المعلومات على مراكز اتخاذ القرار بشكل طبعا كل حسب احتياجاته في التوقيتات المناسبه بالنسبه لاعداد مثل هذه المعلومات. ده بالنسبه لشكل نظام المعلومات طبقا لعمليه التحول اللي لازمه الوثائق. ممكن كمان ابدا اصنف نظام المعلومات بتاعي واقول المكونات بتاعته من خلال مجموعة المكونات اللي بيتكون منها النظام بتاعي. وطبعا النظام عادة بيتكون ما بين جوانب مادية وجوانب غير مادية. فالجوانب الغير مادية اللي هي عبارة عن الأشخاص أو الأفراد والبرامج أو الطرق اللي أنا بستخدمها للتعامل مع النظام. أما الجوانب المادية فبتشمل الأجهزة والأدوات والآلات اللي أنا هستخدمها والفلوس اللي أنا هصرف بيها على هذا النظام وهتعامل بيها من خلال هذا النظام. وبالتالي نقدر نقول إن النظام بصورة عامة بيتكون من جانب مادي. الجانب المادي هو الأموال والأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لهذا النظام، والجانب الغير مادي اللي بيمثله الأفراد والفكر والطرق الأساليب اللي أنا بقدر أطلع منها الأدوات والبرامج بتاعتي عشان أستخدم نظام. تعالوا نشوف العناصر الأربعة دول وإيه دور كل واحد فيهم في عملية النظام بتاعي. أول عنصر عندي هم الأفراد، والأفراد طبعا لهم دور أكيد في نجاح أي نظام للمعلومات طبقا لقدراتهم وطريقة التعامل معاهم مع النظام بتاعي. في ثلاث أنواع من العناصر الإدارية أو العناصر الأفراد اللي ممكن ألاقيهم في أي نظام. أول عنصر عندي وهو العناصر المسؤولة عن إدارة النظام وتشغيله، ودول أهم حاجة عندهم إزاي يكونوا الهيكل التنظيمي، إزاي يقترحوا الوظائف المختلفة اللي هتتعامل مع النظام، وبتبقى جزء منهم مدير الحسابات، مدير المشروعات النظم، مدير قواعد البيانات، يعني عبارة عن هيكل تنظيمي معين يمثل نظام المعلومات اللي هتستخدمه المنظمة بتاعتي، ودور كل واحد بتاع فيهم هيبقى إيه. الجانب الثاني وهو العناصر التخصصية شوية، اللي هي العناصر المسؤولة عن تحليل وتصميم النظم وتولي مسؤولية تحليل النظم الحالية ووضع المكونات بتاعتها ووضع النظم المختلفة والبرامج المختلفة وحتى وضع النظم الجديدة والإشراف على تنفيذها، ودول زي ما قلنا عناصر متخصصة في تصميم وتحليل النظم.
اخر عناصر، فهي العناصر المسؤوله عن التنفيذ، الناس بقى اللي هتقعد عند البوينتس بتاعت النظام، اللي هم اللي هيقعد على الكمبيوترز، اللي هيقعد على حاجه يدخل البيانات يطلع البيانات. هو مش مسؤوليته وضع البرامج، لكن مسؤوليته ان انا ادخل الحاجه في توقيتاتها عشان اطلع في النهايه البيانات والحاجات المطلوبه واوزعها بشكل معين للناس المختلفه علشان تقدر تستفيد من المعلومات الخاصه بالنظام. دي كده بالنسبة للعناصر والأفراد اللي ممكن هيشتغلوا معايا في نظام المعلومات. العنصر الثاني وهو العنصر اللي يشمله الأموال، والأموال هي عبارة عن التكاليف اللي أنا هستخدمها في عمل هذا النظام وتأهيل العاملين اللي هتشتغل في نظام المعلومات. يبقى تكلفة الإعداد وتكلفة تصميم النظام وتأهيل العاملين، تكلفة شراء المعدات والآلات والأجهزة، الحاسبات الآلية اللي هستخدمها، أجهزة التخزين للمعلومات، كل دي كلها تكاليف خاصة بالأموال. طبعا في شركات ممكن تستخدم أنظمة بسيطة شوية من نظم المعلومات على حسب احتياجها، وفي أماكن تختار أعلى تكنولوجيا ممكنة لاستخدامها في النظام، لأنها بتحتاج النظام اللحظي والتكنولوجي الواضحة وأساليب الاتصال الجيدة. طبعا ده بيختلف من شركة لشركة ومن مكان لمكان حسب إمكانياتها وحسب كمان طبيعة الشغل اللي هي بتقوم بيه الأماكن دي أو الشركات دي. عنصر الثالث وهو عنصر الأجهزة بقى، اللي هي الأجهزة والأدوات اللي هتستخدم في هذا النظام، الحاسبات الآلية اللي هندخلها، حجمها ونوعها واستخدام أنواع الكمبيوتر شكلها إيه. في طبعا كمبيوترز أحجام كتيرة وسرعات مختلفة، هل أنا محتاج حاجة سريعة جدا ولا محتاج حاجة أقل في السرعة، ذاكرة التخزين هنا محتاجها قد إيه، محتاج حاجة تخزن كميات كبيرة من المعلومات ولا حاجات ممكن تبقى أقل شوية، الحاسبات اللي أنا هستخدمها مستخدمة بشكل فوري ولا ممكن استخدمها بأوقات مختلفة. طبعا ده كله بيختلف حسب قاعدة البيانات بتاعتي، داتابيز بتاعي، وانا محتاج معلومات شكلها ايه، بسرعة ولا معلومات لحظية ولا لا. يعني اكيد المعلومات في بنك مثلا من البنوك ممكن تختلف عن مثلا مصنع لانتاج منتج معين، اكيد هنا السرعة في البنك بتبقى محتاج سرعة لحظية ومحتاج اتصال قوي ما بين الشبكات، كل ده حاجات تختلف من مكان لمكان. الحاسبات هنا هتبقى مركزية ولا لا مركزية، يعني في شبكة مركزية تغذى عليها كل البيانات ولا هيبقى في برانش عند كل فرع أو كل مكان، برضو ده بيختلف حسب نوع الشركة وحسب الأماكن وتوزيعها وحسب احتياجي للمعلومات هيبقى ازاي. طبعا في كمان أجهزة تخزين المعلومات، بين أجهزة تصوير مصغر مايكروفيلم وأجهزة السيديهات اللي هستخدمها، طريقة التخزين، طريقة تخزين الحاجات، بعض الحاجات باستخدام بعض الأدوات الشاملة للتعامل مع المعلومات اللي عندي، كل دي بيختلف من شركة لشركة ومن مكان. آخر عنصر من عناصر مكونات نظم المعلومات اللي عندي وهو الطرق أو البرامج، والبرامج برضو زي ما قلنا بتختلف من شركة لشركة. في بعض البرامج بتبقى موجودة تستخدم لأي حد، اللي هي البرامج الجاهزة اللي هي ممكن كل الناس تستخدمها على اللابتوب أو على الكمبيوتر بتاعها، زي مثلا برامج تشغيل الكلمات اللي هو الوورد بروسيسنج، برامج تشغيل الملفات اللي هي الداتا بيز والفايل بروسيسنج، والبرامج الخاصة بالقوائم المالية مثلا سبريد شيت. في بعض برامج بتبقى جاهزة، بعض البرامج الناس بتاخدها جاهزة وتستعمل معاها وتتعامل معاها بشكل شخصي أو على مستوى الشركات، وفي بعض البرامج اللي أنا بصممها مخصوص للشركة بتاعتي، زي مثلا طريقة حساب الأجور بتاعتي في الشركة، جدولة الإنتاج، برامج إدارة المخزون بتاعتي، ممكن بعض العمليات الإحصائية اللي أقوم بيها كمكان متخصص، كل دي ممكن في أنا بعمل بصمم البرامج المناسبة ليا كشركة واللي بتتناسب معايا واللي ممكن تختلف من شركة لشركة أو من مكان لمكان، وبالتالي ممكن أعمل في كل شركة النظام الخاص بيها حسب احتياجاتها وحسب إيه بتتعامل إزاي. كده نبقى خلصنا المكونات الأساسية لنظم المعلومات. هنتكلم بعد شوية عن حاجة تالتة أو نقطة تالتة في هذا الموضوع، وهو اقتصاديات نظم المعلومات الإدارية. وطبعا اقتصاديات النظم دي بتتعامل مع أكتر من طريقة لاقتصاديات النظام. احنا دايما بيجي في دماغنا الاقتصاديات من ناحية المنافع والعائد على الحاجة وفي مقابل التكلفة اللي هو الجدوى الاقتصادية، لكن في كمان في حاجة اسمها الجدوى التكنولوجية وفي حاجة اسمها الجدوى التنظيمية.
هناخد اول حاجة استخدام اقتصاديات نظم المعلومات بتساعدني في ايه. اول حاجة بتقلل المخاطر الاقتصادية، لان طبعا لو انا عملت دراسة اقتصادية سليمة، الجدوى الاقتصادية معناها ان انا ما ينفعش اصرف فلوس كتيرة جدا على حاجة لا داعي ليها ولا متحققليش اي ارباح بعد كده، لان هنا دايما اي حاجة يقولك مقارنة المنافع او العوائد بالتكاليف. لو انت تكلفتك هتبقى عالية جدا بالنسبة للمنافع الجاي اللي هتيجي منها، يبقى في الحالة دي انا مش محتاج خالص اعمل النظام ده لو هو مش هيعمل لي اي زيادة اقتصادية للمشروع بتاعي. في كمان من ضمن الحاجات الجدوى بيقول لك تجنب مخاطر التعجل. ومخاطر التعجل، كتير من الناس بتحب تعمل نظام للمعلومات، فبتبقى تدور على اعلى اجهزة واكبر حاجة وتعمل فلوس وتصرف فلوس كتير وتصرف حاجات ممكن ما يكونش ليها داعي. فهي فكرة اختيار النظام المناسب حسب طبيعة العمل بتاعي وحسب انا الظروف بتاعتي. مش كل الحاجات بتعني ان لازم استخدم اعلى تكنولوجي واعلى امكانيات للالات بتاعتي، ومش كل الحاجات بتحتاج برضو اقل من كده. كل حاجة اللي زي ما بنقول لكل مقام مقال. فانا هنا ما استعجلش في وضع نظام، لكن لازم ادرسه كويس قبل ما احطه عشان ما احطش نفسي في وضع التعجل ان انا حطيت حاجة لا هي ملائمة ليا او ما هياش بالصورة اللي انا المفروض تطلع لي بيها النتائج اللي انا عايزها. اخر نوع من انواع المخاطر اللي انا برضو بتعرض ليها واللي بتساعدني فيها نظم الجدوى، تجنب مخاطر التركيز على الاجهزة المادية. وطبعا كتير قوي من الشركات والاماكن بتهتم بالمظهر الشكلي اللي هو ان انا احط كمبيوترز هنا وهنا وهنا وخلاص، دون استفادة حقيقية من هذه الادوات ومن هذه الالات اللي انا بجبتها وصرفت عليها كتير. لكن الشكل المظهري ده بيبقى مش هو الاساس. انا الاساس ان انا استخدم هذه الادوات، استخدم الالات اللي معايا دي، استخدم الكمبيوتر بالشكل المناسب والملائم ليا. وده طبعا ان انا ابعد شوية عن الجوانب المظهرية واهتم اكتر بالجوانب الاستفادة من النظم الاقتصادي. اول جدوى من انواع الجدوى اللي احنا هندرسها وهي الجدوى التكنولوجية، وهي انا هدخل تكنولوجيا شكلها ايه وامكانياتها ايه وهتناسب الامكانيات بتاعتي وهتناسب شغلي في الشركة ولا لا، وبالتالي اختيار الاجهزة، اختيار البرامج، اختيار الطرق التوصيل والمكان وشبكة الاتصالات بتاعتي هتبقى شكلها ايه. فهنا الجدوى التكنولوجية بتوريني هذه العناصر، الاجهزة والحاسبات اللي انا هستخدمها بالظبط، سواء اجهزة بستخدم فيها الادخال والاخراج وطريقة التخزين، البرامج اللي انا هتعامل معاها، محتاج برامج شكلها ايه، برامج موجودة جاهزة ولا هعمل برامج مخصوصة ليا، المكان وتجهيزه، المساحة والإضاءة والتهوية والوصلات، وشبكة الاتصالات بتاعتي هتبقى ازاي، هل هيبقى اتصال مركزي بكمبيوتر اساسي ولا هيبقى فيه اتصالات فرعية ببعض الكمبيوترز الفرعية، ودور كل واحد من دول هيبقى شكله ايه، كمان كل عنصر من العناصر دي علاقته بالباقي ايه. وبالتالي تبدأ المنشأة تحدد احتياجاتها بالظبط، انا عايز ايه، كم وحدة، اماكنها هتتعامل ازاي، وهيبقى طرق الاتصال ما بينها ازاي، والفلوس بتاعتها هوفرها ازاي. كل دي حاجات ببدأ اعملها من خلال الجدوى التكنولوجية للنظام بتاعي. العنصر الثاني من عناصر الجدوى وهو الجدوى التنظيمية. والجدوى التنظيمية نقصد بيها الناس اللي بتشتغل في المشروع بتاعي وموقفهم من التطوير والتغيير ونظرتهم إليه، وهم بيقاوموا التغيير ولا لا. وهنا لازم أعمل بعض التساؤلات حوالين عملية إحداث تغيير كامل، وخاصة لو كان التغيير ده شامل لكل بنود المنظمة. لازم أبدأ أسأل الناس مدى مستوى المعارف اللي عندهم الخاصة مرتبطة بالحاسب الآلي والتعامل معاه. لازم أبدأ أشوف إلى أي مدى يمكن العاملين المشاركة بأفكارهم في عملية التطوير ده، ومين العاملين اللي ممكن يخافوا على وظائفهم نتيجة عملية وجود نظام جديد من الحداثة والتطوير وإدخال النظم الآلية بدل النظم اليدوية. طبعا دي حاجات لازم أدرسها في الأول، بس ما أنا مراعي بعض النقط وأنا بدرس ده، لازم أراعي بعض القيم الأساسية اللي لازم أحطها في اعتباري. أول حاجة من هذه القيم إن أنا لازم أعتبر الناس قادرة على التغيير والتطوير. ما اقولش ان الناس مش هتقدر تتغير، ما اقولش ان الناس مفيش فايدة فيهم، ما اقولش ان الناس مش ممكن تتغير. التغيير بيجي مرحلي وواحدة واحدة، ما بيجيش مرة واحدة، لكن لازم اقول ان طبعا ان التغيير ممكن الناس قادرة على احداث التغيير.
لكن كمان لازم اراعي ان في فروق فرديه ما بين العاملين، والفروق الفرديه دي ممكن تبقى فروق في السن. اكيد الاصغر سنا ممكن يبقى اكثر قدره على التغيير عن الاكبر سنا اللي اتعود على طريقه العمل بشكل معين. الفروق الفرديه ممكن تبقى في قدرات الشخص، في الذكاء، في القدره على الاستيعاب. طبعا لازم اراعي ان في فروقات فرديه ما بين الناس اللي بتشتغل. كمان لازم ادي فرصة للناس انها تعبر عن احساسهم وعن رأيهم، علشان طبعا ده بيوريني في النهاية اتجاه العاملين ايه، ايه الحاجة اللي عجباهم، الحاجة اللي مش عجباهم، وده كمان بيخليني اعرف ايه المجالات اللي انا ممكن احسن فيها واطور فيها. وممكن يقول لي لا النظام كده ما ينفعش بالطريقة دي، ممكن نعمله بطريقة تانية. وفي افكار العاملين اقدر ارصدها واقدر اعرف ايه هي الحاجات اللي انا اقدر اخليهم يساعدوني فيها. بالاضافة ان انا لازم اواجه الناس بالحقائق وما اقول لهمش اي حاجة بالكذب، يعني ما اقولهمش ان النظام مش هيتغير وانا واخد في التغيير، ما اقولهمش ان انا مش هعمل كذا وانا ناوي اعمل ده. يبقى في مواجهة الناس بالحقائق والمعلومات، ده بيساعد على شوية شوية ان انا اعرف رأيهم واعرف توجهاتهم واعرف الحاجات اللي مضايقاهم، علشان ابدأ اتكلم معاهم فيها. والا ان انا في النهاية مش هقدر احدث التغيير لو انا كذبت على الناس وما قلتش الحقائق. آخر نوع من أنواع الجدوى وهو الأكثر شهرة طبعا ما بين أنواع الجدوى، وهو الجدوى الاقتصادية. والجدوى الاقتصادية معناها إيه؟ هي تكلفة نظام المعلومات في مقابل المنافع والوفرات المحققة. وبالتالي هنا بنحصل مع بعض عناصر التكلفة والمنافع اللي ممكن يحققها لي أي نظام للمعلومات. لو أنا قلت إيه هي عملية التكاليف لأي نظام، فلازم أقول إيه هي عناصر التكاليف الرئيسية لأي نظام. التكاليف هنا زي ما قلنا تكاليف الناس، تكاليف تعيين العمالة، تكاليف تكوين العنصر، شراء الأدوات، الحاجات دي كلها تكاليف. وبالتالي أبدأ أقول إيه هي، هقدر التكلفة بشكل شكله إيه. وبالتالي لازم أقول بنود التكلفة المختلفة اللي عندي، وأبدأ أعمل على تقديرها عشان أبدأ أتعرف على كل عنصر من عناصر التكاليف المختلفة، وأقدر أقول التكلفة هنا هتبقى قد إيه. بالتالي يبدأ أقول إن في أقدر أميز ما بين ثلاث أنواع من التكاليف المرتبطة بنظم المعلومات. في تكاليف إنشاء النظام اللي هي تكاليف الحاسبات والأماكن والإعداد والأماكن، إعداد والتجهيز المقر وإعداد الناس وتدريبهم، التحول إلى النظام الجديد من إعداد وتدريب ودراسات، كل دي تكاليف إنشاء النظام اللي هي بتبقى موجودة في فترة بداية النظام وبعد كده ما بتبقاش موجودة. الفترة التانية اللي هي تكاليف، أو النوع التاني من التكاليف اللي هي تكاليف إدارة النظام وتشغيله، دي تكاليف موجودة بقى طول الوقت. إن أنا بعمل الهيكل التنظيمي بتاعي، إدارة نظم المعلومات، الأقسام، الوظائف المرتبطة بالنظام، كل وظيفة ليها إيه، بعين فيها ناس شكلهم قد إيه، هياخدوا مرتبات قد إيه بشكل شهري، كل نشاط من دول دوره في النظام إيه، ودوره في عملية إعداد المعلومات شكله إيه. وفي النهاية بحدد التكاليف الخاصة لكل وظيفة، لكل إدارة، لكل مكان، اللي هي تكاليف جارية بتبقى باستمرار موجودة معايا طول ما النظام بتاعي شغال. بالإضافة إن في نوع ثالث من أنواع التكاليف، ودي برضو تكاليف موجودة على طول، اللي هي تكاليف صيانة النظام. يعني بصون الأجهزة والأدوات اللي عندي إزاي، بتعامل معاها إزاي، بعمل لها نوع من الصيانة الدورية شكله إيه، بغير أحبار، بغير حاجات معينة، حاجات تلفت وأجيب غيرها، كل دي حاجات خاصة بالصيانة المادية والأجهزة. في كمان صيانة نظم المعلومات نفسها من خلال مواجهة التغيرات المختلفة، سواء القوانين والتشريعات الحكومية، إضافة أساليب تقنية حديثة، إن أنا أبدأ أشوف إيه اللي يحصل من تغيرات حواليا وابدا اضيفها، زي ما قلنا تغيير في القوانين، تغيير في طريقه تقديم المعلومات، كل دي حاجات بحطها بعمل لها صيانه دوريه بشكل معين عشان اضمن عدم المساس بالنظام بتاعي، نظام المعلومات، وعدم برضو دخول الناس اللي هي الهاكر اللي هم بيسرقوا المعلومه من على الانظمه. بالإضافة بقى للصيانة ضد المخاطر العادية اللي هي مخاطر التلف والحريق والسرقة، ودي عادة بتبقى من خلال التأمين على الأجهزة وتأمين المكان وضمان إن المكان ده ما يحصل، ما تبقاش فيه حاجة تتلف، حاجة تتحرق، حاجة تبوظ، حاجة تسرق، بتأمينه بشكل كافي ليه. دي كده أهم التكاليف اللي احنا ممكن برضو نقسمها في نوعين اساسيين، تكاليف استثمارية، والتكاليف دي عادة بتبقى في مرحلة اعداد النظام بشكل مبدئي والصرف الاولي على تكوين النظام بشكل عام. اما التكاليف الجارية فهي التكاليف المستمرة معايا طول ما النظام شغال، اللي هي بتمثلها التكاليف الخاصة بتشغيل النظام بالاضافة لصيانة النظام.
ده كده بالنسبة لعنصر التكاليف. طب بالمقابل عنصر المنافع، المنافع زي ما قلنا لازم اشوف ايه المنافع اللي هتعود عليا من هذا النظام، والمنافع ممكن تبقى بشكل ملموس اقدر احسبه بسهولة، وفي منافع قد تكون بشكل غير ملموس ولكن بعض الناس المتخصصة ممكن تحسبها. المنافع الملموسة عبارة عن حاجتين، اي خفض في التكاليف يحققه ادخال النظام الجديد يعتبر منفعة ملموسة، واي زيادة في الايرادات نتيجة ادخال النظام الجديد يبقى منفعة ملموسة. يعني لو انا عرفت ان الشركة عين مثلا وصلتها معلومة ان تكلفة الحصول عليها 10,000 جنيه المصنع سين ده في مدينة السادات لديه خطة تعبئة معينة وتغليف للحلويات حيث لم يستعمل وينوى بيعه بمبلغ 100,000 جنيه، وكانت الشركة كان في طريقها انها تشتري الخط ده من السوق بمبلغ 150,000 جنيه، يبقى بالتالي المعلومة اللي جات للشركة دي هتوفر ليها 50,000 جنيه من، يبقى هنا في خفض في التكلفة مقداره 50,000 جنيه، يبقى هنا لو انا افترضت ان انا صرفت على العملية دي 10,000 جنيه يبقى المنفعة الصافية بتاعتي في ادخال النظام ده حوالي 40,000 جنيه. يبقى فكرة اي خفض في التكاليف او زيادة في الايرادات نتيجة ادخال النظام دي تعتبر منفعة احسبها بشكل سريع. اما المنافع غير الملموسة فهي منافع كتيرة، يعني مثلا بنك قبل ما يبقى يوضب نفسه ويتعامل بشكل آلي وبشكل سريع وبشكل اكثر جودة شاف ان كتير من الناس بتيجي البنك وبعد كده بتمشي علشان هم لاقيين في بنوك تانية افضل بكتير في عملية التعامل مع العميل. يبقى هنا ممكن المنفعة الغير ملموسة هي عدم تحول العميل من عندي لبنوك اخرى، ودي طبعا ما اقدرش انا اقيسها بشكل واضح او بشكل قيمي زي اللي احنا حسبناها قبل كده، لكن ممكن بخلال ناس عندها قدرة على الحسابات وناس خبراء يقدر يقول لي تقريبا المنافع غير الملموسة من هذا النظام قد ايه، وفرت عليا قد ايه، وفرت عدم تحول العميل من عندي بشكل قد ايه. كل دي منافع غير ملموسة اقدر يحسبها لي النظام، وبمقارنتها بالتكلفة اقدر اقول هذا النظام اقتصادي او غير اقتصادي، لان يعني زي ما قلت بقارن في النهاية التكلفة بالمنفعة عشان اقدر اقول هذا نظام اقتصادي ولا لا. شكرا لحسن استماعكم. شكرا.